الحالة الناس كلها في بون في رأيي أنا مي دابري اللي نسمع وراء الحالة تحسنت من فرق بين السماء والأرض. الحالة اللي كانت فهمتني حالة مش أرث لها، حالة لا تطاق في البلاد. الرا في الـ في الـ في الـ في البلاد ضوات، والحكومة هذه اللي شدت مازال يطلب لها وقت باش تخدم باش تصلح الخراب اللي عملوه لمدة قرون باش يتصلح. قرون جويه 5 شهور عنده الراجل قاعد يخدم، معناها الحكومة اللي شدت في رأينا قاعد تخدم، ولهذا سيبوهم يخدموا، خليهم الناس تخدم. يلزم خدمة 10 سنين خربت البلاد، 10 سنين 320 ألف هذا دابري اللي نسمعه واللي هي دي شوز فهمتني معناها موجود. دخلوهم يخدموا ناس جهال، دخلوهم ومسؤولين. هذوما ساعة يلزم يتصفاو، باش يتصفاو باش قيس صعيد وإلا وزير التشغيل اش مازال باش يزيد عليهم كي خليهم يصفيو ساعة. الناس هذية اللي في اللي بوست مش متاحهم خليهم ساعة يصفيوهم ومن بعد يصير التشغيل. يا شباب توما صبرتوا سي فري تدمرتوا واحد ايش حب تعمل هاي 320 ألف نزيدوا عليه 300 ألف باش نشغلوا. يطلب وقت كي توما صبرتوا توما عانيتوا استناوا. احنا تو مدي 25 جويلية تثورات، ما حتى تثورات معناتها ثم حس ثم عراقيل صارت معناتها ثم جزب السكر صاروا في البلاد معناتها تو البنك الدولي معناتها ما يحبش يعاونك، برشا دول جبدت رواحها ما عادش تحب تشارك معناتها حس روحنا في ازمه كبيره. اللي مطلوب يلزمهم يحطوا يد في يد مع بعضهم معناتها يتبقوا اللي يصير في البلاد معناتها كدستور كذا باش ترجع البلاد تخدم، خاطر ثم 10 ملايين يتبعوا فيهم راهو 10 ملايين تو قاعدين متحملين مسؤوليه اخطاء تاع دوله تاع رئيس وتاع حكومه تاع حتى احزاب راهو مش معناتها حتى الاحزاب اخطاء كبيره ياسر. يلزمنا تشوفوا كيفاش حل معناتها باش نقفوا على ساقينا باش تطور البلاد باش معناتها ناخذوا قروض باش نعملوا استثمار تو كيما يقول هو مثلا التطورات يقول مثلا الشركات الاهليه فهمني ماهيش حل للبلاد خاطر حنزموا استثمارات كبيره. راهو ما ثم حتى واحد في تونس لا هو وطني ولا يحب المواطن، خاطر المواطن البلاد لازم تكون نظيفه نحبوا بعضنا الناس الكل حتى واحد يحب واحد، والوطنيه ما ثم حتى واحد يحب الوطن. هذا ايش نقول هو اللي قال لهم برا اعتصموا قدام البرلمان افرضوا على البرلمان يعملوا لكم قانون 38 كي يعملوا لكم انا صح عليه. وهذا شنو اللي صار بالضبط؟ يجي تو يقول اوهام معناتها نقعد انا واحد معناتها بالحق خاطر كان مواطن طفل صغير شباب يقرا ويحيي كذا باش ياخذ منصب في البلاد كحكومه ككذا خاطر نعرف خدمة تو كي انا ريتوريتي نعرف شو معناتها باش ياخذ منصب في الحكومه معناتها في الدوله كي سوا في التعليم كي سوا في اداره حكوميه ما تجي من المستقبل في ريتريت فكذا جيت تقول انت باش تعطيه كان 4 ملايين ولا 5 ملايين بشحال المشروع تاع معسله ولا شيء يضحك بالحق شيء يضحك بالعكس حد دي بياج عمل دي بياج وسكر البلاد وقفها خلينا قاعدين نتفرجوا توا نستناو في انفجار كبير ما نعرفش عارف انا شو معناتها لازم يد في يد الناس كلها يرجعوا للجاده اللي تسح عليه اللي كانوا مش يلموا التوانسه الكل مع بعضهم مش يطلع غاديك يسب خماج وبيكم كذا وكذا لازم الناس الكل توانسه حقيقيين ويخدم البلاد ويعمل حكومه ويحط يد في يد لازم برلمان يخرج حكومه ورئيسي معناتها يعطوه بحق شويه صلاحيات باش يعمل استثمارات باش يجيبوا كذا وكذا يعمل اسم كبير هذا المطلوب منه اون برانسيب اختار قرار تاع 25 جويلية في شهر من زمان يريد الامور شهر مو استثنائية إجراءات استثنائية نسيت سويت في شهر من زمان يركح لهم هذه واحد اثنين لكن الملفات اللي كانوا في الخجورات ما متجبدوا ولا هكا ولا اسمي فعلة اسمي طبق قانون هو رجل القانون طبق قانون داكور يعمل أجنة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية نسيت سويت بما فيهم القضاء وزارة العدل ما المشكلة وين؟ المشكلة كل في وزارة العدل القضاء يا خويا نعمل انا قضاة معناها نزهاء وواحد الكل يتبعوا الموضوع هذا الملفات يجبدوهم اللي عندهم سنين من 2000
و12 واحنا راجل جبدوا يا خويا خلي كل حد اللي يعمل يخلص يعمل انتخابات تشريعية مبكرة واضح ويعدل الدستور اوكي لوكل النظام الانتخابي والسياسي وكل هي كلها كارهة في شهير من زمان عندهم 4 ولا 5 كمان سترو بوردومون سترو العباد فدت حتى الخزان اللي عندك بداي بدا يتقلص بالنسبة يعني بتاع 25 جويلية ما يرينا منها شيء بنتي شنو اللي يرينا منها كان الغلية ولا زيت عكس الآية فهمتني الشيخ كان ب 6500 ولا ب 7000 فرنك ولا ب 8500 المعيشة هاي تشوفي فيها بنتي البطالة هاي زادت وشنو اللي تغير فيها ترى بنتي شيء ما كانش في الموعد يعني هو قال الشعب يريد شو يريد الشعب يريد تنقص البطالة ترخص الدنيا فهمني ترجع العجلة تدور بنتي فهمتي هاي واقفة لأنك تشوفي فيها كيفاه بنتي يعني ما سميش حتى حاجة تعجب بصراحة يعني فهمني احنا ما قالونا دكتاتور المعارضين واحنا خرجنا ضدها من نهار 25 قالوا راك غالطين فيه فما مؤشرات قالونا تو تبين لك باهي مؤشر فما ناس خرجت باللفتات قال لك اودي ما حشيش بالزريق وش يقول لك ما تحبش تزرخ انت حر لكن الوقت اللي باش يجي فيه ما تاخذ شهريتك الا بالورقه تشنيه كيفاش الحريه دي تعطيني فيه تشنيه الحريه نتاعك باش تمشي تقضي في بوسطه ولا في بلديه ولا في اداره باش يطلبوا عليك الورقه كيفاش الحريه تعمل لي فيها تفرض عليا شعب موسوس منه عالم ثالث ناس مهمش لحظه ناس مهمش العباد هذي يلزمك تتسايس مع العباد نتاعك تفهم فيا ما تفرضش بالسيف انت فرضت لهنا شنية تقول لي انت حر ومنها تفرض عليا الورقه من هكا هكا هك دكتاتور هك عايز سيدي ما قالوا لنا دكتاتور يهاوموا أشرب يهاوم بي هاني كنت معاك أنا 25 اليوم ضدك علاش أنا ضدك خطر فرضت علي الزريق يفو شانجي راديكال ما يزم ينضافوا علينا كلهم يتنحي الكل خلي جينا شي جديد خطر لي أنا شانجي شنو اللي بقى شنو اللي تغير على قبل تغير حتى شي زاد في الطين بل زاد أكثر on va de pire en pire de pire en pire وكل واحد يقول لك انا كثره الاحزاب كثره كذا كل حزب يقول لك انا يقول لك انا باش نجيك وما تما شيء ياخذ لازم يكون جريء وياخذ طول نحي هذا ما مشاش 10 سنين ما مشاش خويا نحيه جمله خايف منه انت معناها مواطن عادي باش يعمل شكشوكه دريان دي تو تكلف له 10 15000 ما مشيناش نحن اللي بروتيد ما مشيناش للحم ولا الحوت ولا كذا تعدنا نفس باش نخلصوه يفو براتيكي لا بوليتيك دون مان اون اسيي دون ان غون دو فيلور يديك اسيي وانت لابسه غون دو فيلور كمس بشويه نلقى التراوه نلقى الحديد نوخر اما تحط له انت فيلور كله ديمقراطيه وحريه وكذا ينقبها هو